السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورها فيديو احسن. طيب زي ما احنا شايفين كده، طائر النعام طائر فضولي، اي حاجه على الارض ممكن ياكلها. شفتوا دي كانت قدامهم دلوقتي، اي حاجه ياكل، اي حاجه ياكل، ما ينفعش حاجه زي كده. بص بس ما ينفعش اي زباله، اي كيس بلاستيك. لازم الملعب يكون سليم ونظيف، مفيش اي زباله ولا في اي حاجه. متحصنين كله، كل حاجه ان شاء الله. انتوا جايين تاخدوا كتاكيت النهارده؟ مين مش عايز مين عايز يتصور ومين مش عايز يتصور؟ احنا بنصور كله مكانك. مين هيتصور معايا ومين مش هيتصور؟ انت بنصورك كمان. طيب انا صوتك. طيب انت اسمك ايه استاذ؟ ايه استاذ محمد؟ انت جاي منين يا استاذ محمد؟ انت مش عايز تتصور صح؟ ماشي، احنا مش هنصورك يا استاذ محمد. وانت حضرتك اسمك ايه؟ عمرو. استاذ عمرو، انت جاي منين يا استاذ عمرو؟ جاي من الجيزه. طب انت تتصور عادي ولا مش عايز تتصور؟ مش عايز تصور برضه؟ انت بتعمل زي تبع السيسي. لا احنا بس يا جماعه، احنا مش هندخل النعام في السياسه بعد. لا لا والله اسمه عمرو السيسي والله. انا فاتح بس مباشر. انت طالع دلوقتي، طالع على الميديا كلها دلوقتي. ماشي، ما انا بقول لك يعني اخر الفيديو ادوني اسم الراجل ده عشان نسلمه. هو طبعا منهم من العيله المالكه، مش عايزين يصوروا نفسهم. طيب كان في حد عنده اسئله عايز يسالها لي؟ انا قلت لكم خلينا في البث ونسالكم اللي انتوا عايزينه. وبالنسبه للاكل طبعا لي صوتك بقى يا استاذ محمد. توقيت الاكل. توقيت الاكل. طيب الكتاكيت الكتاكيت الصغيره دي هتحط لهم الاكل ساعتين الصبح وساعتين العصر. تمام، يعني ممكن تحطوا الاكل من الساعه 8 الصبح لحد 10. تمام. ومن العصر من الساعه 4 للساعه 6. طبعا الميه ما بتتشالش 24 ساعه، الميه ما بتتشالش من قدام الكتاكيت. تمام، يعني من 8 ل 10 من 4. طلع لي كتاكيت بره هنا تاني. ننزله بقى له على النت. هو بيعمل البث، احنا نعمل له دعايه من عندنا. احنا لنا كام على الدعايه بتاعتنا. طيب انت هتربيه لحد عمره قد ايه يا استاذ محمد؟ 3 شهور ان شاء الله. لا 3 شهور مش هيحتاج مساحه كبيره، كل كتكوت 4 متر. كل كتكوت 4 متر؟ 4 متر. دي فتره صغيره. تمام. تكون متساويه قوي، يعني لو في مثلا. بص هو الفكره بقى، الفكره في الكتكوت الصغير الارض لازم تكون خشنه زي كده. تمام. ارض اسمنتيه. بنقول ارض اسمنتيه ليه؟ لان الكتكوت لسه صغير، ماشي، رجليه ما تفتحش. لو الارض بلاط او سيراميك رجليه تزحلق. اطلع اقفل الباب ده، اقفل الباب ده، طلعها بره، اقفل الباب. ماشي. وهم صغيرين الارض اسمنتيه، ما تبقاش لا سيراميك ولا بلاط. خلاص. بعد يعني شهرين، متوسط العمر شهرين، نبدا نطلعهم على الملعب تربه رمليه. ملعب مفتوح تربه رمليه. الملعب لو وريت لك الملعب، مش وريت لكم الملعب دلوقتي؟ لو وريت لكم النعام الكبير دلوقتي في الملعب الكبير. دي اوضه التحضين زي ما احنا شايفين كده، اوضه التحضين. ملعب تربه اسمنتيه، دفايه. دفايه عشان تتحكم في درجه الحراره. درجه الحراره بتزيد قد ايه؟ الحراره بتزيد قد ايه؟ احنا هنثبت الحراره لحد 30. 30؟ دلوقتي ثابت الحراره يا عم. ما تزيدش عن 30 ولا ما تزيدش؟ لا هو 30 متوسطه دلوقتي. خطوره يعني انت متوسط عندك 30، من 28 ل 32 مفيش مشكله. هم المفروض خطوره عليهم في الميه، لازم يكون صغير يعني زي الفراخ كده. لو هم في العمر، هم في العمر الصغير ده زي الدواجن، يعني مثل ميه عاديه دلوقتي وتحط فيها. يعني زي اللي جوه دي؟ زي اللي جوه. نبص سوا على بيسه الميه اهي. ادي العلف عالي على طوبه. تمام. ونحط حاجه في النص عشان ما يقلبوش العلف. تمام. خلاص. المسا طبق زي دوت او مسا، ونحط فيها طوبه برده عشان لو حاجه وقعت في الميه ما تغرقش. تمام. الطبق ده ما عدتش بس مش فاضي كده، تحط فيه طوبه عشان لو حاجه وقعت فيها تطلع ما تغرقش. تمام. استلام الكتاكيت بقى، طبعا اهم حاجه الكتكوت يكون نشيط قدامي. ما يهمنيش بقى وزنه ايه وحجمه قد ايه، اهم حاجه الكتكوت يكون نشيط. الكتكوت يبقى قد ده 10 مرات وكسلان، ده ما بشتروش ولا امسكه. دي اول حاجه، نشاط الكتكوت. ماشي. تاني حاجه يكون بيجري قدامي وفايق وسليم. تاني حاجه بعد النشاط بتاعه صوابع رجليه، لا يبقى فيه كتكوت صبعه معوج ولا حتى ضفره معوج. ضفره معوج ده كده كتكوت غير سوي، غير سليم. تشتري كتاكيت مني او من غيري او من اي حد، لازم ضفر الكتكوت يبقى قدامه مظبوط على الارض.
انتوا طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده اي مزرعه نعام بتروح عايز كتاكيتك بيحطهم لك في كرتونه ويقول لك اتفضل كتاكيتك اهي. احنا المزرعه الوحيده اللي بيقول لكم اتفضلوا يا جماعه ونقوا اللي انتوا عايزينه، واي كتكوت مش عاجبكم تبدلوه. ومعانا العرض كل 20 كتكوت عليهم واحد هديه زي ما احنا قايلين، كل 20 كتكوت عليهم واحد كتكوت هديه ببلاش. البعم على هون ونصدله ايه؟ نعم علي صوتك عشان انا ذكر ولا نوت؟ لا ما بتعرفش كتكوت النعام ما بتعرفش ذكر او نتاية قبل عمر 9 شهور. اه ما بتعرفش ذكر او نتاية قبل عمر 9 شهور. اقفل الباب يا عم. الناس اللي بتقول لي الشمس حلو ولا وحش، كتكوت النعام حياته الشمس. كتكوت النعام حياته الشمس. انت شفت اطلعهم اما الجو كويس مفيش هوا دلوقتي، يعني الجو فيه شمس اهو مفيش هوا، اطلعهم في الشمس شويه واعمل مظله برضو يعني دي كده ما ينفعش، مظله صغيره. هو عايز الضله يقف في الضله، عايز الشمس يقف في الشمس. طب ممكن استاذنكم تيجوا تقفوا جنب بعض كده ومش هجيب وشكم؟ على جنب اجيب وشكم؟ انتوا من ساعتها عاملين ما تجيبش وشنا ما تجيبش وشنا. طب انت مش هجيب وشك؟ طيب اصور ايه؟ طب ده واحد يا جماعه داخل يستخبى عشان ما يصورش، خش صور المكان جوه. ماشي ماشي. ودي الرجاله اهيت يا عم، هات وشنا علشان نبقى معروفين بتوع الجيل. طيب مش هنقول اعداد قد ايه اللي هتطلع دلوقتي، احنا بنصور العدد اللي طالعه بس دلوقتي عشان خاطر ايه يعني، ربنا يبارك في المال وربنا يبارك لكم ان شاء الله. بنتكلم بقى عن فكره التسويق. كان في جماعه بيكلموني اهم حاجه التسويق. طيب يا جماعه احنا بنقول اول حاجه الشغل بتاعنا احنا بنشتريه تاني، احنا بنعيد تسويقه تاني. احنا شغالين في مجال النعام، انا مش هبيع لك الكتاكيت دي وهشتغل بكره ميكانيكي يعني، انا شغال في مجال. انت لو عندك نعام مش بتاعي وبتبيعه، ما انا هشتريه منك برضه، هشتريه عشان اعيد تسويقه تاني وهبيعه تاني وهكسب من وراه. ماشي. سوق النعام منتعش جدا في مصر. كتكوت النعام النهارده عمر يوم اللي هو لسه فايس من البيضه سعره 2000 جنيه. ليه سعره 2000 جنيه لسه فايس من البيضه؟ يعني لسه ضعيف وما انتش عارف هيعيش ولا هيموت ولسه فايس من البيضه ب 2000 جنيه؟ لان الطلب عليه اكتر من العرض. الطلب اكتر من المعروض بكتير. تمام؟ غير طلبات الشحن، انا مش عايز اقول لكم كميات الشحن اللي بره مصر قد ايه يعني. يعني لو وريت لكم رسائل الواتساب عندي اكتر من 100 رساله شغل هتشحن بره مصر ان شاء الله. هتقلل المساحه طبعا، هتحجز عليهم وتقلل المساحه يعني من 8 ل 8 ابدا اضيق لهم المساحه بحيث ان هم يدفوا بعض. وافتح لهم المكان من انتوا خدتوا العلف في العربيه كده تمام؟ اه ان شاء الله. والجماعه التانيين برضه خدوا العلف؟ كلهم كل الناس خدت العلف؟ باذن الله. تمام. يلا هات الكراتين يلا. يلا هات الكراتين يلا وعبي عبي الناس الشغل. مثلا في صوت. في ايه؟ حمام، صوت حمام. خطر عليهم عندك في المكان؟ في المكان. طبعا. بص الكائن ده كائن النعامه دي كائن ده كتكوت لسه بيبي صغير. تمام. وفضولي جدا، ما هواش ذكي. فانت لازم تهيئ له الجو المناسب والبيئه المناسبه ليه. تمام. لا مكان مستوي زي ما انت شايف كده. مكان مستوي زي ما انت شايف. دي دفاية او دي لمبة للتسوية. دي اللمبة ارتفاعها 80 سنتي من الارض، بنحطها وسائل امان جنب الدفاية في الحيطة عشان تحكم في حرارة الغرفة عندي قد ايه. الكلام ده في اول شهر بس، بعد كده خلاص. كتكوت عدى معاك شهرين ارميه في الشارع لو انت شايل عليه خالص. انا مستني التعليقات بتاعتك عشان ارد عليها، ما حدش كاتب حاجه. يا ريت تساعد على فلسطين ان شاء الله، ربنا يسهل. محمد مهب ربنا يصلح لك البركه. الله يخليك يا استاذ محمد. محمد مهب اللهم احفظ وزيد وبارك، ربنا يخليك يا استاذ محمد. طب يا جماعه بما ان محدش كاتب تعليقات بقى ف خلاص اكتبوا بقى، يعني انا هقفل بقى بس وانتوا اكتبوا اللي انتوا عايزينه انا هرد عليكم ان شاء الله.
طبعا احنا كنا عاملين بث مباشر اول امبارح واحنا بنسلم برضو كتاكيت عشان الناس اللي بيقولوا مفيش بيع او الكلام دوت. احنا بنطلع 200 كتكوت او 300 كتكوت كل اسبوع. انا مش عارف التسويق ايه ودايما الناس يعني لا يبقى قاعد كده اقول لك انا خايف من التسويق. انت هتفتح اي مشروع في الدنيا لو هتبيع سندوتشات قاعد خايف انا هبيع السندوتشات دي ولا مش هبيعها. لو انت عندك الخوف ده وقلبك مش جامد ما تشتغلش، خليك قاعد في البيت. لازم تسمي الله تتوكل على الله وبعد كده خلاص ربنا يبارك لك ان شاء الله. استاذ احمد هنعمل حاضر فيديو عن الخوف ده. حاضر يعني انا حاضر. ماشي يا جماعه يومكم جميل وسلام طيبين مع السلامه.